بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم معايا على قناه اميره والكروشيه. يا رب تكونوا كلكم بخير وصحه باذن الله. في فيديو النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض مفرش كروشيه مدور، او تقدري تعتبريه كوستر للاطباق. المفرش سهل جدا وبسيط وشكله حلو جدا ورقيق، وكمان ما بياخدش وقت في شغله، وكميه الخيط اللي بياخدها قليله جدا بالنسبه لمقاسه. ده كده شكل المفرش، الغرز اللي فيه مجسمة هتشغله شكل حلو جدا. المفرش هنا مشغول بغرزة الباف، وانا ان شاء الله هشرح لك غرزة الباف خطوة بخطوة عشان لو لسه مبتدئة تقدري تطبقيه بسهولة. نوع الخيط اللي اشتغلت بيه المفرش اسمه باريس، والخيط ده تقليد لخيط اليز كوتون جولد، يعني نفس سمك الخيط ونفس خفية الخيط كمان. اشتغلت بإبرة مقاس 3 الألومنيوم، أخد مني حوالي 40 جرام من الخيط، وطلع مقاسه 38 سنتي. طول القطر بتاعه كده 38 سنتي، يعني يعتبر مقاسه كبير. ده كده شكل المفرش، الغرز فيه مجسمة وشكلها حلو جدا ومميز. يلا بينا نبدا مع بعض ان شاء الله في تنفيذ المفرش. ولو انت لسه جديده معايا في القناه ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدا على بركه الله. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بتعملي عقده البدايه، وهتشتغلي 6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6، بتدخلي جوه أول سلسلة وتقفلي بمنزلقة، تسحبي الخيط كده وبتعديه من على اللفة اللي على الإبرة. كده احنا قفلنا حلقة البداية اللي هنشتغل جواها عمدة السطر الأول. السطر الأول بدايته هترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، ودول كده بنعتبرهم أول عمود. احنا عندنا السطر الأول هيبقى عبارة عن 16 عمود بلفة، كده يعتبر اشتغلنا اول عمود من 16. فهتاخدي لفه على الابره وتدخلي جوه الحلقه تشتغلي 15 عمود بلفه، وبتبقي واخده معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفليه بالورا. والعمود ابو لفه بنسحب اللفه فبيبقى عندك 3 لفات على الابره. تاخدي عدد لفاته كده على مرتين، لفتين لفتين، تاخدي لفه على الابره وتدخلي تسحبي اللفه وتشتغلي تاني عمود. تاخدي عدد لفاته على مرتين، لفتين لفتين، تالت عمود كده، 4 5، وبتقربي كده الأعمدة من بعض عشان توسعي مسافة تشتغلي فيها. كده 6، هتكرري كده لحد ما يبقى عندك 15 عمود بلفة. بعد ما كملتيهم 15 عمود بلفة بتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع وبتقفلي بمنزلقة، تسحبي الخيط كده وبتعديه من على اللفة اللي على الإبرة. تمام، وبكده السطر الأول كان عبارة عن 16 عمود بلفة بما فيهم ارتفاع 3 سلاسل. بعد كده بتقصي الخيط اللي كنت واخداه تحت الشغل. السطر التاني بدايته هترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، ودول كده بنعتبرهم أول عمود اشتغلناه على أول عمود تحت اللي هو ارتفاع 3 سلاسل برضه. هتشتغلي بعد الـ3 سلاسل سلسلة، والسلسلة دي هتبقى فرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. تاخدي لفة على الإبرة وعلى أول عمود قبلك اللي هو يعتبر التاني بتشتغلي عليه عمود بلف، وبعده سلسلة. تاخدي لفة على الإبرة وعلى العمود اللي بعده تشتغلي عمود، وبعده سلسلة. احنا السطر كله هيمشي معانا بنفس الطريقه، هنشتغل على كل الاعمده، على كل عمود عمود وبعده سلسله. فهتكرري كده بعد السلسله، بتاخدي لفه على الابره وتدخلي على اول عمود قبلك تشتغلي عليه عمود، وبعده سلسله، على اللي بعده عمود، وبعده سلسله. وبتكرري كده والسطر كله يمشي معاكي على كل عمود عمود. تمام، وبتشتغلي بعد العمود سلسله، هتكرري كده بنفس الطريقة لحد اخر السطر. بعد ما اشتغلت على كل عمود عمود واشتغلت بعده سلسلة، فكده بقى عندنا السطر عبارة عن 16 من العمود سلسلة. بعد ما اشتغلت اخر سلسلة بيبقى عندك خلاص كده مفيش اعمدة تحت، عشان احنا اشتغلنا على كل الاعمدة. هنا احنا هنقفل السطر بمنزلقة جوه السلاسل، هتقربي كده وتدخلي جوه السلاسل
وتقفليه بمنزلقة. هنقفل بمنزلقة جوه السلاسل عشان احنا هنشتغل جوه السلسلة، فقفلنا عشان كده قفلنا جوه السلسلة. وده كده شكل السطر التاني عندك، كان عبارة عن عمود سلسلة متكررين 16 مرة. السطر التالت احنا كده جوه السلسلة، تمام؟ فهترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وهتدخلي جوه السلسلة تشتغلي عمودين، 1 2، يبقى احنا كده يعتبر اشتغلنا جوه السلسلة 3 أعمدة. جوه السلسلة اللي بعدها هتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، وبنكرر جوه كل سلسلة هتشتغلي 3 أعمدة. تدخلي كده جوه السلسلة، يعني ما بنشتغلش على العمود، تدخلي جوه السلسلة وتشتغلي 3 أعمدة، تمام؟ يبقى احنا هنا ما بنشتغلش على العمود، بنشتغل جوه السلسلة 3 أعمدة، 1 2 3. هتكرري كده لحد اخر السطر، جوه كل سلسلة هتشتغلي 3 أعمدة. بعد ما كررتي واشتغلتي وكل جوه كل سلسلة اشتغلتي 3 أعمدة، اخر السطر هتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. كده السطر كله مشى معانا عبارة عن جوه كل سلسلة اشتغلنا 3 أعمدة، فاحنا كده بقى عندنا عدد الأعمدة 48 عمود. هتعدي كده عشان تتأكدي من شغلك. السطر الرابع بدايته هترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، ودول كده بنعتبرهم عمود اشتغلناه على أول عمود. هتشتغلي بعد ال3 سلاسل سلسلتين، وهتاخدي لفة على الإبرة. احنا كده يعتبر اشتغلنا 5 سلاسل، 2 منهم فرق ما بين العمود والعمود، و3 اللي هو ارتفاع العمود، تمام؟ هنا بتسيبي عمود وبتشتغلي على اللي بعده عمود وسلسلتين، تسيبي عمود وتشتغلي على اللي بعده عمود وسلسلتين، والسطر كله هيمشي معاكي بنفس الطريقة كده. هتشتغلي على العمود عمود وبعده سلسلتين، وبتسيبي عمود تحت. يبقى اللي هيكرر معاكي هو اللي انا هشتغله معاكي دلوقتي، بتسيبي عمود وبتشتغلي على اللي بعده عمود، وبعد العمود بتشتغلي سلسلتين، تمام؟ هو ده الجزء اللي هيكرر معاكي، عمود سلسلتين وبتسيبي عمود تحت وبتكرري، تمام؟ هتكرري كده لحد اخر السطر. بعد ما كررتي ووصلتي لاخر السطر واشتغلتي اخر سلسلتين، هتلاقي عندك فاضل عمود تحت اللي هو هيبقى الفرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. هنا احنا هنقفل السطر برضو زي ما قفلنا تحت كده. هتدخلي جوه السلاسل تقربي كده من تالت سلسلة وتقفلي بمنزلقة، عشان في السطر الجاي هنشتغل جوه السلاسل. وكده احنا في السطر الرابع زاد عندنا عدد العمود، بقى عندنا عمود سلسلتين متكررين 24 مرة، كان تحت العمود سلسلة متكررين 16، هنا زادوا وبقى عمود سلسلتين، والعمود سلسلتين لما هتعدي كده هتلاقيهم متكررين معاكي 24 مرة. السطر الخامس احنا كده جوه السلسلتين، فهترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، تمام؟ يبقى احنا كده اعتبر اشتغلنا جوه السلسلتين عمود. هتاخدي لفة على الإبرة وتشتغلي عمودين، 1 2، وبارتفاع ال3 سلاسل، فكده اعتبر اشتغلنا 3 أعمدة جوه السلسلتين. زي ما اشتغلنا تحت جوه السلسلة 3 أعمدة، هنا برضه هنشتغل جوه السلسلتين 3 أعمدة، ومش هنشتغل على العمود، هتروح على طول على السلسلتين اللي بعدهم تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. وهو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي، ان انت جوه كل سلسلتين بتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، جوه السلسلتين اللي بعدهم بتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 تالت. هتكرري كده لحد اخر السطر، وجوه كل واحدة من السلسلتين بتشتغلي 3 أعمدة. بعد ما كررتي واشتغلتي السطر كله، جوه كل سلسلتين اشتغلتي 3 أعمدة، اخر السطر هتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع وبتقفلي بمنزلقة. وده كده شكل السطر الخامس. واحنا في السطر الخامس زاد معانا عدد الأعمدة، وبقى عندنا 72 عمود بما فيهم ارتفاع ال3 سلاسل. السطر السادس بدايته هترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، وكده يعتبر اشتغلنا عمود على أول عمود. هتشتغلي بعد كده سلسلتين،
واحد اتنين، فكده نعتبر اشتغلنا عمود سلسلتين. بتاخدي لفة على الإبرة وهتسيبي عمود، وعلى اللي بعده بتشتغلي عمود، وبعد العمود بتشتغلي سلسلتين، بتسيبي عمود وبتشتغلي على اللي بعده عمود وبعده سلسلتين. تمام، السطر كله بيمشي معاكي بنفس الطريقة كده. بتاخدي لفة على الإبرة وبتسيبي عمود تحت، وبتشتغلي على اللي بعده عمود، وبعد العمود بتشتغلي سلسلتين. الجزء ده اللي هيتكرر معاكي لحد آخر السطر. هتكرري كده وهنيجي نكمل مع بعض. آخر السطر بعد ما كررتي بتدخلي كده جوه السلاسل برضو بنفس الطريقة اللي كنا بنشتغلها تحت، وبتشتغلي منزلقة عشان هنشتغل جوه السلاسل. وده كده شكل السطر السادس، واحنا في السطر السادس العمود سلسلتين اتكرروا معانا 36 مرة. السطر السابع بدايته بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وبتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين، واحد اتنين، يبقى كده يعتبر اشتغلنا جوه السلسلتين 3 أعمدة. بتروحي على السلسلتين اللي بعدهم، يعني ما بنشتغلش على العمود زي تحت كده، وبتشتغلي 3 أعمدة، واحد اتنين تلاتة. بتسيبي العمود وتروحي على السلسلتين تشتغلي جواهم 3 أعمدة، واحد اتنين تلاتة. وهتفضلي تكرري بنفس الطريقة زي تحت، جوه كل سلسلتين هتشتغلي 3 أعمدة. آخر السطر السابع بعد ما كررتي هنا هنقفل بطريقة مختلفة، بس انا هقولك الاول ان احنا هنا كده في السطر هيبقى عندنا عدد الأعمدة 108 عمود. تمام، 108 عمود بما فيهم ارتفاع 3 سلاسل، وده كده شكل السطر السابع. آخر السطر هتدخلي كده ما بين 3 سلاسل الارتفاع، تمام، وما بين اول عمود، هتدخلي كده بالإبرة من ظهر الشغل، تمام، وهتسحبي اللفة، هتسحبي اللفة كده وتعديها من على الجنب التاني. تمام، ده كده هيبقى الشكل عندك. هنا احنا هنشتغل بأعمدة خلفية عشان يدينا شكل زخرفي كده، ويبقى في بروز في المفرش بيديله شكل جميل. تمام، هعيدها معاكي تاني كده عشان برضو ايه لو ما خدتيش بالك. احنا عندنا اللفة اللي على الإبرة اهي، بتدخلي كده في ظهر العمود وبيبقى الخيط قدامك، وبتسحبي اللفة، تمام، وبتظبطي شغلك كده، وهترتفعي 3 سلاسل، واحد اتنين تلاتة. وكده يعتبر اشتغلنا عمود خلفي على ارتفاع السلاسل اللي هي عمود. تمام، السطر كله هيمشي معاكي على كل عمود هتشتغلي عمود خلفي، والعمود الخلفي بندخل كده، تمام، ونعدي الإبرة من قدام العمود، وتسحبي اللفة وتشتغلي العمود عادي، تاخدي لفة على الإبرة وتدخلي كده من ظهر الشغل وتعدي الإبرة من قدام العمود، تسحبي اللفة وتشتغلي عمود عادي. يبقى العمود الخلفي بنشتغله بالطريقة دي، تدخلي كده وتعدي من قدام العمود وتشتغلي عمود خلفي. زي ما انت شايفة كده عطانا بروز. تمام، هتكرري كده لحد آخر السطر على كل عمود. تمام، هتشتغلي عمود خلفي على كل عمود، بتشتغلي عمود خلفي على عمود اللي بعده عمود خلفي، وده كده هيبقى الشكل عندك بارز لبارزة زي ما انت شايفة كده. هتكرري كده على كل عمود، هتشتغلي عمود خلفي لحد آخر السطر. تمام، بعد ما قررتي وصلتي لآخر السطر واشتغلتي على كل عمود عمود خلفي، هتدخلي تقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وده كده شكل السطر التامن. وزي ما انت شايفة الأعمدة الخلفية عطت بروز للمفرش وهتديله شكل جميل. السطر التاسع بدايته هترتفعي سلسلة، ودي سلسلة ارتفاع يعني مش هتتحسب معانا حاجة، وهتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرهم عمود تشتغلي جواها غرزة حشو. على العمود اللي بعدها بتشتغلي غرزة حشو، على العمود اللي بعدها بتشتغلي غرزة حشو، والسطر كله هيمشي معاكي على كل عمود بتشتغلي غرزة حشو،
هتكرري كده على كل عمود، هتشتغلي غرزة حشو لحد اخر السطر. بعد ما كررتي واشتغلتي السطر كله بغرز الحشو اخر السطر، هنقفل ما بين سلسلة الارتفاع اللي ارتفعناها وغرزة الحشو، هتدخلي كده وتقفلي بمنظري. تمام، يبقى احنا كده اشتغلنا السطر كله حشو. السطر العاشر بدايته هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وهتشتغلي بعدهم سلسلة، ودي فرق ما بين العمود والعمود اللي بعد. وهتدخلي على أول غرزة حشو تشتغلي عليها عمود. فكده احنا اشتغلنا عمود سلسلة عمود على أول غرزة حشو. هتشتغلي بعد كده سلسلة، وبتسيبي غرزة حشو 2، وعلى التالتة بتشتغلي عمود سلسلة عمود وغرزة حشو وسلسلة أسفل. تمام، والسطر كله بيمشي عند معاكي بالطريقة دي، بتسيبي غرزة حشو 2، وعلى التالتة بتشتغلي عمود وسلسلة عمود وبعدهم سلسلة. يبقى اللي هتكرريه هو ده، انك بتسيبي غرزتين حشو، وعلى التالتة بتشتغلي عمود سلسلة عمود وبعدهم بتشتغلي سلسلة. هو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد اخر السطر. بعد ما كررتي ومشيتي السطر كله عبارة عن عمود سلسلة عمود على غرزة الحشو وبعدهم سلسلة، وبتسيبي غرزتين تحت وبتشتغلي على التالتة، اخر السطر هتلاقي فاضل عندك غرزتين حشو. احنا هنا هنقفل السطر باننا بندخل كده جوه ال3 سلاسل. تمام، يعني مش بندخل جوه 3 سلسلة، بندخل جوه الفراغ، وبتقفلي بمنظرك عشان هنشتغل جوه السلسلة. تمام، واحنا هنا عدد العمود سلسلة عمود سلسلة اتكرروا معانا 36 مرة. السطر ال11، واحنا هنا هنشتغل بغرزة باف من 4 أعمدة. أول السطر بتبقى طريقتها كده، بترفعي اللفة حاجة بسيطة كده لفوق، وبتاخدي لفة على الإبرة، وبتدخلي تسحبي اللفة وتخليها على الإبرة كده. أخدنا لفة أول عمود، تاخدي اللفة على الإبرة وتسحبي اللفة كده تاني عمود، تاخدي اللفة وتسحبي اللفة وتخليها على الإبرة كده لفة تالت عمود. واحنا اللفة الأولى دي نعتبرها هي أول عمود معانا. تمام، بعد كده بتاخدي اللفات كلها مع بعض وبتسيبي لفة اللي هي اللي بتبقى على الإبرة، وبعد كده بتاخدي لفتين. تمام، يبقى احنا كده خدنا اللفات وسيبنا لفة على الإبرة ورجعنا خدنا اللفتين مع بعض. هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وتدخلي جوه السلسلة، السلسلة اللي هي كانت ما بين الجزء والجزء، وتشتغلي غرزة حشو 3 سلاسل، 1 2 3، تدخلي جوه السلسلة اللي ما بين العمودين تشتغلي غرزة باف من 4 أعمدة. وهنا هتبقى من 4 أعمدة، يعني هناخد لفات ال4 أعمدة ونسيبهم على الإبرة كده، لفتين بتوع أول عمود وتسيبيهم على الإبرة، وتعلي إيدك كده سنة عشان تطلع معاكي غرزة الباف منفوخة. تاخدي لفة على الإبرة وتاني عمود، تاخدي لفة على الإبرة وتسحبي اللفة كده 3، تاخدي اللفة وتسحبي اللفة كده 4، بتاخدي اللفيت بتاعت الأعمدة الأول مع بعض، وبعد كده بتاخدي اللفتين وتشتغلي بعدها 3 سلاسل، 1 2 3، وتنزلي تحت كده جوه السلسلة اللي ما بين الجزء والجزء، تشتغلي غرزة حشو وتلات سلاسل، 1 2 3. وهو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. انا دلوقتي هشتغله معاكي مره وانت هتكرريه لحد اخر السطر. يبقى احنا كده هنشتغل غرزه الباف جوه السلسله اللي ما بين العمود والعمود اللي بعد. هتدخلي كده وتسحبي لفه اول عمود، كده عندك لفتين، كده عندك 4 غير اللفه الاساسيه، كده 6، كده 8. تمام، بتاخدي كده ال8 لفات مع بعض في الاول، وبعد كده بتاخدي اللفتين وتشتغلي بعد غرزة الباف بعد ما قفلتيها كده 3 سلاسل، 1 2 3، وغرزة حشو جوه السلسلة و3 سلاسل، 1 2 3، وبتبدأي تكرري. تدخلي جوه كل سلسلة تشتغلي جوه غرزة باف بنفس الطريقة اللي اشتغلناها، وبعد كده 3 سلاسل حشو جوه السلسلة و3 سلاسل. هو ده كده الجزء اللي هيتكرر معاكي لحد اخر السطر. هتكرري كده وهنيجي نقفل السطر مع بعض. بعد ما كررت السطر كله بنفس الطريقة اللي اشتغلناها واشتغلتي اخر 3 سلاسل بعد غرزة الباف الاخيرة، تمام، هتدخلي تشتغلي غرزة حشو
ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وتقفلي بمنزلقة على مطرح ما قفلتش غرزة البف، في فتحة صغيرة كده تمام فوق غرزة البف، بتدخلي جواها وتقفلي بمنزلقة تمام. وده كده شكل السطر عندك، ده كده شكل السطر الـ12. بدايته هندخل بمنزلقة جوه الثلاث سلاسل اللي بعد غرزة البف، هتدخلي كده بمنزلقة وهترتفعي سلسلة وتدخلي تاني جوه نفس الثلاث سلاسل تشتغلي غرزة حشو، بعد كده بتشتغلي سلسلتين، واحد اتنين، وهتروحي على الثلاث سلاسل اللي بعدهم تشتغلي غرزة حشو سلسلتين، واحد اتنين، تروحي على الثلاث سلاسل اللي بعدهم تشتغلي غرزة حشو، واحد اتنين، غرزة حشو جوه السلاسل. وهو ده اللي هيتكرر معاكي طول السطر تمام. هتشتغلي سلسلتين، واحد اتنين، وغرزة حشو جوه التلات سلاسل، سلسلتين، واحد اتنين، وغرزة حشو جوه التلات سلاسل اللي بعده. هتفضلي تكرري كده بنفس الطريقة، وتبقي مخلي بالك ما تنسيش كده وتشتغلي على اللي بعدها، يعني تبقي عارفة كده عشان ده عدد هيترتب عليه برضو عدد غرز الباف في السطر الجاي. واحنا هنا عدد غرز الباف اتكرروا معانا نفس عدد العمود سلسلة عمود، يعني اتكرروا معانا 36 مرة. هتكملي بقى كده لحد اخر السطر، سلسلتين غرزة حشو جوه السلاسل، سلسلتين غرزة حشو جوه السلاسل اللي بعدها. بعد ما قررتي والسطر كله مشى معاكي عبارة عن سلسلتين غرزة حشو جوه التلات سلاسل بعد اخر سلسلتين تمام، بتدخلي كده وتقفلي بمنزلقة ما بين سلسلة الارتفاع وما بين غرزة الحشو. هندخل كده ونقفل بمنزلقة، وده كده شكل السطر. السطر الـ13 بدايته هندخل بمنزلقة جوه أول سلسلتين، هتدخلي كده بمنزلقة، وهنا هنشتغل نفس غرزة البف دي تمام. فهترتفعي في أول السطر سنة صغيرة كده، وهتاخدي لفة على الإبرة وتسحبي اللفة كده، عندك لفتين أول عمود كده، لفتين تاني عمود كده، لفتين تالت عمود. واحنا قلنا اللفة الأولانية دي هي لفة أول عمود، يعني كده يعتبر برضو عندنا لفات لأربع عمود. هتاخدي اللفات كده وبتسيبي لفة واحدة بس على الإبرة، وبعدين بتاخدي اللفتين مع بعض، هتشتغلي بعدهم ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وتدخلي جوه السلسلتين اللي بعدهم، والسلسلتين اللي بعدهم بيبقوا فوق غرزة البف تمام. بتشتغلي غرزة حشو، يعني غرزة الحشو بتبقى فوق غرزة البف، وغرزة البف بتبقى ما بين غرزتين البف اللي تحت تمام، ما بيبقوش فوق بعض. يعني تراعي كده وتاخدي بالك عشان لو غلطتي اي غلطة تصلحيها. يبقى احنا كده اشتغلنا غرزة باف، ثلاث سلاسل حشو، والحشو فوق غرزة باف، وبعدين ثلاث سلاسل وجوه السلسلتين اللي بعدهم بنشتغل غرزة باف، واحد كده، تاني عمود، تالت عمود، رابع عمود. بنسيب اللفات كلها على الإبرة، وبعدين بناخد التمن لفات مع بعض، وبعد كده بناخد اللفتين وتشتغلي ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، تدخلي جوه السلسلتين اللي بعدهم، ودول بيبقوا فوق غرزة الباف، تشتغلي غرزة حشو وثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة. وهو ده الجزء اللي هيتكرر معاكي، هيتكرر معاكي ان انت بتدخلي جوه السلسلتين اللي فوق غرزة الحشو تمام، بتشتغلي جواهم غرزة البف. بعد غرزة البف بتشتغلي ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وتشتغلي جوه السلسلتين اللي بعدهم اللي هما بيبقوا فوق غرزة البف غرزة حشو وثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وبتكرري بتكرري كده لحد اخر السطر. بعد ما كررت وصلت لاخر السطر، ده كده الشكل عندك. بعد الثلاث سلاسل بتدخلي تقفلي بمنزلقة مطرح ما قفلنا غرزة البف الاولى، تدخلي كده وتسحبي اللف. احنا عندنا في السطر 13 عدد غرز الباف 36 غرزة، يعني نفس اللي في السطر اللي قبله تمام. احنا عندنا غرز الباف عددها ثابت معانا، كل اللي بيختلف ان احنا كل ما بنشتغل في السطور المفرش بيتفرد معانا اكتر وبيبان معانا اكتر تمام.
السطر الـ14 هتدخلي بمنزلقة جوه الـ3 سلاسل وترتفعي سلسلة وتدخلي جوه الـ3 سلاسل تشتغلي غرزة حشو. هو نفس السطر الـ12 بتشتغلي سلسلتين وتدخلي جوه الـ3 سلاسل تشتغلي غرزة حشو سلسلتين، هتعدي كده من فوق الباف وتدخلي جوه الـ3 سلاسل اللي بعدها تشتغلي غرزة حشو سلسلتين، واحد اتنين غرزة حشو جوه الـ3 سلاسل سلسلتين غرزة حشو جوه الـ3 سلاسل اللي بعدها، يعني الشغل كله جوه الـ3 سلاسل. بتشتغلي السلسلتين وتدخلي جوه الـ3 سلاسل تشتغلي غرزة حشو. هتكرري كده تشتغلي سلسلتين وجوه الـ3 سلاسل تشتغلي غرزة حشو وسلسلتين غرزة حشو، وتكرري بنفس الطريقة. تمام، هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر بعد ما اشتغلتي آخر سلسلتين هتدخلي تقفلي بمنزلقة ما بين سلسلة الارتفاع وغرزة الحشو. تمام، وده كده الشكل عندي. السطر الـ15 بدايته هندخل بمنزلقة جوه السلسلتين، وهترفعي اللفة لفوق شوية كده وهتشتغلي غرزة البف زي تحت كده، وهتبقى غرزة البف فوق غرزة الحشو وتحتها غرزة البف. تمام، يعني سطر غرزة البف هيبقى تحتها غرزة الحشو، تمام، وتحتها غرزة البف اللي بعدها، تترحل معانا كده زي ما انت شايفة. هترفعي اللفة لفوق حاجة بسيطة كده وتشتغلي 3 أعمدة، يعني تاخدي 3 لفات الـ3 أعمدة وتسحبي كده اللفات وتسيبي لفة على الإبرة، تاخدي اللفتين مع بعض وتشتغلي 3 سلاسل، واحد اتنين تلاتة غرزة حشو جوه السلسلتين اللي بعدها. فكده زي ما انت شايفة غرزة الحشو فوق غرزة البف وغرزة البف فوق غرزة الحشو. هتشتغلي 3 سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وجوه السلسلتين اللي فوق غرزة الحشو هتشتغلي غرزة بف، واحد كده، تاني عمود، تالت عمود، رابع عمود. هناخد اللفات ونسيب لفة وبعدين ناخد اللفتين، 3 سلاسل غرزة حشو جوه السلسلتين اللي بعدها اللي بيبقوا فوق غرزة البف، واحد اتنين تلاتة، جوه السلسلتين اللي فوق غرزة الحشو يعني اللي بعدها على طول بتشتغلي غرزة البف، 4 أعمدة. ثلاث سلاسل حشو، وبتقعدي تكرري كده لحد ما توصلي لحد اخر السطر. بتشتغلي غرزة بف جوه السلسلتين، 3 سلاسل غرزة حشو جوه السلسلتين اللي فوق غرزة البف، و3 سلاسل. هتكرري كده لحد اخر السطر. اخر السطر بعد ما اشتغلتي الـ3 سلاسل هتقفلي بمنزلقة مطرح ما قفلنا غرزة البف، هتدخلي كده وتقفلي بمنزلقة، وده كده شكل السطر. ده كده شكل السطر الـ15. السطر الـ16 هندخل بمنزلقة جوه الـ3 سلاسل وهترتفعي سلسلة وتشتغلي غرزة حشو سلسلتين غرزة حشو جوه الـ3 سلاسل، يعني زي السطور اللي تحت كده، سلسلتين، واحد اتنين غرزة حشو سلسلتين غرزة حشو جوه السلاسل، يعني بنشتغل جوه السلاسل، سلسلتين، واحد اتنين غرزة حشو جوه السلاسل سلسلتين، وبتكرري. تمام، هتكرري كده سلسلتين غرزة حشو جوه الـ3 سلاسل لحد اخر السطر. اخر السطر بعد ما اشتغلتي اخر سلسلتين هتقفلي بمنزلقة ما بين سلسلة الارتفاع وغرزة الحشو، ده كده شكل السطر عندك. احنا دلوقتي هنشتغل سطر واحد من غرز البف وبعد كده هنشتغل الكنار. تمام، السطر الـ17 هتدخلي بمنزلقة جوه السلسلتين وهترفعي اللفة لفوق شوية كده وهنشتغل أول غرزة بف، فبناخد لفين 3 أعمدة بس. ناخد بعد كده اللفين بتوع 3 أعمدة مع بعض ونسيب لفة على الإبرة، بعد كده بناخد اللفتين ونشتغل 3 سلاسل حشو جوه السلاسل. وزي ما انت شايفة كده البف ماشية معانا، سطر بف وسطر حشو.
هتشتغلي 3 سلاسل غوزة باف جوه السلسلتين اللي بعدها. ثلاث سلاسل غوزة باف جوه السلسلتين غوزة حشو، يبقى غوزة الحشو بتبقى فوق غوزة الباف، تمام، وغوزة الباف بتبقى فوق غوزة الحشو اللي تحت. هنشتغل 3 سلاسل، 1 2 3، تمام، اسفه لو اتلخبط. وهندخل جوه السلسلتين نشتغل غوزة باف من 4 عمل، ثلاث سلاسل حشو، 3 سلاسل غوزة باف، و3 سلاسل وغوزة حشو. وهو ده اللي بيتكرر معاكي زي السطور اللي تحت كده، تمام. هتكرري كده بنفس الطريقة لحد اخر السطر. بعد ما كررتي وصلتي لاخر السطر واشتغلتي اخر 3 سلاسل، بتدخلي تقفلي المنزلقة ومطرح ما قفلنا غوزة الباف، بتدخلي كده وتسحبي اللفة وبتعديها من على اللفة اللي على الابرة، وده كده شكل السطر 17 عندنا. واحنا كده اشتغلنا 4 سطور من غوزة الباف، 1 2 3 4، وده كده شكل السطر 17. ده كده شكله زي ما انت شايفة الغوزة المجسمة، هتشغله شكل جميل، غوزة الباف هتشغله شكل حلو جدا. السطر 18، واحنا في السطر 18 هنبدأ نشتغل كنار بسيط كده وسهل عشان يدي شكل جمالي لنهاية المفرش. السطر 18 بدايته هتدخلي بمنزلقة جوه 3 سلاسل، وهترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود. هتاخدي لفة على الإبرة وتدخلي جوه 3 سلاسل تشتغلي 5 أعمدة، 1 2 3 4 5، وبارتفاع 3 سلاسل فكده يعتبر عندنا 6 أعمدة، 1 2 3 4 5 6. احنا في الجزء ده المفروض بيبقى عندنا 12 عمود، هنيجي نشتغل في اخر السطر الـ6 أعمدة ونكمل باقي الجزء. بعد العمود السادس بتدخلي جوه السلاسل تشتغلي غوزة حشو، جوه السلاسل اللي بعدها تشتغلي غوزة حشو، فكده اشتغلنا 2 من غرز الحشو جوه كل واحدة من الـ3 سلاسل غوزة حشو. الجزء اللي انا هشتغله معاكي دلوقتي هو ده اللي هيتكرر معاكي لحد اخر السطر. هتدخلي جوه الـ3 سلاسل اللي قبل غوزة الباف تشتغلي 6 أعمدة، 1 2 3 4 5 6، تمام. بعد ما اشتغلتي 6 أعمدة بتروحي على 3 سلاسل اللي بعد غرزة الباف تشتغلي 6 أعمدة رقم 2، 1 2 3 4 5 6. فاحنا كده اشتغلنا 2 من الـ6 أعمدة، يعني بقى عندنا 12 عمود. جوه السلاسل اللي بعدها بتشتغلي غرزة حشو، جوه السلاسل اللي بعد غرزة الباف بتشتغلي تاني غرزة حشو. بعد كده السطر كله هيمشي معاكي 2 من الـ6 أعمدة و2 من غرزة الحشو، تمام. هتشتغلي كده بنفس الطريقة لحد اخر السطر. بعد ما كررتي وصلتي لاخر السطر واشتغلتي اخر غرزتين حشو، هيبقى فاضل عندك واحدة من الـ3 سلاسل، هتدخلي جواهم تشتغلي الـ6 أعمدة اللي هم رقم 1 في الجزء. هتشتغلي كده عمود، 2 3 4 5 6، وبكده كملوا معانا وبقى عندنا 12 عمود. احنا عندنا السطر الجاي هيبقى اخر سطر في المفرش وهنشتغله بأعمدة خلفية، فاحنا هنقفل السطر ده زي ما قفلنا كده السطر اللي بعده، كنا هنشتغل أعمدة خلفية. يعني هتسحبي اللفة كده وتدخلي ما بين 3 سلاسل ارتفاع وأول عمود، وبتسحبي اللفة، تمام، وبتظبطيها كده. وهنبدأ بقى السطر الجاي نشتغل بالأعمدة الخلفية، كده قفلنا، ولما هنرتفع السلاسل هتبان معانا أعمدة خلفية، وده كده شكل السطر عندك مشى كله عبارة عن 12 عمود وبعدهم غرزتين حشو.
السطر 19، وده آخر سطر معانا في المفرش، وهنشتغله بأعمدة خلفية وبغرز بيكو بالطريقة اللي هتشوفيها. فانت أول السطر هترتفعي 3 سلاسل، ودول كده بنعتبرهم أول عمود خلفي، باين معانا كده داخل جوه اهو كأنه عمود خلفي، تمام. هتدخلي على تاني عمود اللي هو أول عمود بعد ارتفاع السلاسل، وتشتغلي عمود خلفي بنفس الطريقة اللي كنا بنشتغل بيها الأعمدة الخلفية تحت. اسحبي اللفة كده بتاخدي عدد اللفات على مرتين. على تاني عمود هتشتغلي غوزة بيكو من سلسلتين، ولو عايزة تشتغلي غوزة بيكو من 3 سلاسل أو من 5 اشتغلي، تمام. هتشتغلي في الأول سلسلتين، وهتدخلي كده على لفتين العمود بالطريقة دي، وتسحبي اللفة وتعديها بمنزلقة من على اللفة اللي عليها. الدايرة الصغيرة دي اسمها غوزة بيكو، ودي بتدي شكل جمالي لنهاية المفرش. يبقى احنا كده اشتغلنا عمودين، عمود على الأول وعمود على التاني، وعلى التاني اشتغلنا غوزة بيكو. بعد كده هتدخلي على العمود اللي هو يعتبر تالت عمود، تشتغلي عمود خلفي، بتدخلي الإبرة بنفس الطريقة كده، وبتسحبي اللفة وبتشتغلي العمود. يبقى احنا كده اشتغلنا عمود عادي معلوش بيكو. العمود اللي بعده اللي هو ربع عمود، بتشتغلي عليه عمود خلفي، تمام، وعليه غرزة بيكو من سلسلتين، تشتغلي السلسلتين وبتدخلي كده تقفلي بمنزلق، تمام. يبقى احنا بنشتغل على تاني عمود، بنشتغل عمود، وعلى التاني اللي بعده بنشتغل غرزة بيكو من سلسلتين. هنا اخر عمودين ما بنشتغلش عليهم غوزة بيكو، بنشتغل 2 عمود خلفي على كل عمود منهم عمود، 1 2، تمام. يبقى احنا كده ده كده الشكل عندك هيبقى بارز كده لبره، وعندك غوز البيكو هتشيله شكل جميل. بعد ما اشتغلت الـ6 أعمدة احنا بنشتغل عمود، وعلى العمود اللي بعده اللي هو تاني عمود بنشتغل غرزة البيكو، واخر عمودين ما بنشتغلش عليهم غرزة بيكو زي ما قلت لك. عندنا غرزتين حشو هنجمعهم مع بعض، فهتدخلي كده على اول غرزة حشو تسحبي اللفة وتسيبيها على الابرة، على غرزة الحشو اللي بعدها بتسحبي اللفة وتسيبيها على الابرة، وبعد كده بتاخدي الـ3 لفات مع بعض. واحنا بنعمل الحركة دي عشان ما يبقاش فيه كشكشة ما بين الاعمدة واللي بعدها. الجزء اللي انا هشتغله معاكي دلوقتي هو ده اللي هيتكرر معاكي. احنا عندنا هنا 12 عمود، على اول عمودين بتدخلي كده على اول عمود وتشتغلي عمود خلفي، وعلى تاني عمود بتشتغلي عمود خلفي وعليه غرزة بيكو. يبقى هنشتغل العمود الخلفي التاني هو اللي هنشتغل عليه غرزة بيكو، تشتغلي السلسلتين وبتدخلي بنفس الطريقة كده على لفتين العمود، وتسحبي اللفة وتعديها من اللفة اللي على الإبرة بمنزلق. عندك العمودين اللي بعده بتدخلي على اول عمود وتشتغلي عمود خلفي، على التاني بتشتغلي عمود خلفي عليه غرزة بيكو من سلسلتين، فبتشتغلي العمود وبتشتغلي سلسلتين وتقفليهم بمنزلق، تمام. بعد كده بتشتغلي عندك العمودين اللي هو الخامس والسادس، بتشتغلي عمود خلفي على الخامس، وعلى السادس بتشتغلي عمود خلفي برضو بس عليه غرزة بيكو من سلسلتين، 1 2، وبتقفلي بمنزلق. بعد كده بتروحي على الـ6 أعمدة اللي بعدهم، بتشتغلي زي ما اشتغلنا كده في اول السطر، عمود على اول عمود، عمود على التاني، وعلى التاني بتشتغلي عليه غرزة بيكو، يعني بنشتغل عمود خلفي عمود خلفي عليه غرزة بيكو. عمود خلفي وعلى العمود الخلفي اللي بعده بتشتغلي غرزة بيكو من سلسلتين، او زي ما عملت عدد السلاسل. تمام. اخر عمودين بتشتغلي عليهم على كل عمود عمود خلفي، يعني ما فيش بيكو. تمام. بعد ما اشتغلنا اخر عمودين خلفيين هنقبل غرزتين الحشو، فهتشتغلي
على اول غرزة حشو وتسحبي اللفة وتسيبيها على الابرة، وعلى التانية تسحبي اللفة وتسيبيها على الابرة، وبتاخدي اللفات التلاتة مع بعض كده بسحبة واحدة، فجمعناهم كده والجزء ده هيبقى مظبوط معانا. لو اشتغلتش غرزتين حشو او غرزة هيبقى مكشكش. احنا كده عندنا 5 من غرز البيكو، 1 2 3 4 5، تمام. فانت هتكرري الجزء اللي اشتغلناه مع بعض لحد اخر السطر، واخر السطر هتكملي بنفس الطريقة، هتشتغلي عمودين على تاني عمود منهم غرزة بيكو والاعمدة خلفية، تمام. هتكملي كده لحد اخر السطر. بعد ما كررت وصلت لاخر السطر ده كده الشكل عندك، وزي ما انت شايفة الغرزة مرسمة وشكلها جميل. اخر السطر احنا كده اشتغلنا على الـ6 اعمدة اللي كنا شغالينهم في اخر السطر اللي تحت، تمام. اشتغلنا 2 من العمود على تاني عمود منهم غرزة بيكو، عمود وعلى تاني عمود غرزة بيكو، فكده اخر عمود عندنا اللي هو السادس عليه غرزة بيكو، واول عمود اهو اللي هو ارتفاع 3 سلاسل مع الوش بيكو، فهتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع وتقفلي بمنسلقة، تمام. وده كده اخر سطر معانا. هتاخدي لفة على الابرة وتسحبي الخيط وبتقصيه، بتسيبي حتة خيط كده عشان نقفل بيها المفرش. بعد ما سحبتي خلاص وقصيتي الخيط هتثبتي كده العقدة اللي في الآخر وبتقفلي كده، بتنزلي تحت الأعمدة اللي هي في السطر اللي كان كله أعمدة اللي هو السطر اللي قبل الأخير، وبتقفليها كويس. ده كده شكل السطر الأخير، وزي ما انت شايفة الغرزة مجسمة معانا وشكلها جميل، وبرضه في النص الغرزة مجسمة عطش المفرش شكل جميل جدا. احنا عندنا هنا المفرش بغرز الباف، يعني لو حاولتي تكويه كده عشان تظبطيه ممكن غرز الباف تهبط منك وما يبقاش شكلها حلو. فانت حاجه من الاتنين، يا بتكوي كده بمكوة بخار على ظهر الشغل، تمام، يا اما انك بتنشي. في الحاله دي هيبقى المفرش ناشف معاكي وهيبقى شكله جميل، وكمان السلاسل هتتفرد. ده كده شكل المفرش بعد ما خلص، وزي ما انت شايفه شكله حلو جدا والغرز فيه مجسمه عطشاله شكل جميل. انا كده خلصت معاكي فيديو المفرش، يا رب الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.